بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه بعض الآداب المتعلقة بالتدريس ومجلسه. وانتهى بنا المقام في هذا الكتاب في قول الحافظ البغدادي: وأستحب، ودي كلمة جميلة جدا من الحافظ البغدادي وسنقف عليها، وأستحب أن يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده، وأستحب أن يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده. وسدل على ذلك بحديث شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، تذاكروا العلم وقرأوا سورة. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث من حيث الوقوف على بعض رجاله والحكم عليه، أريد أن أقف وقفة يسيرة، وهي قوله وأستحب. كلمة وأستحب كأنها استنباط خاص بالحافظ البغدادي. ولماذا؟ لأن هذه المسألة، وهي عادة قراءة شيء من القرآن قبل المجلس، لم يكن ذائعا عند السلف. يعني هذه المسألة لم تكن ذائعة عند السلف، يعني لم يؤثر عن السلف أنهم في كل مجلس كانوا يجلسون قبله فيقرؤون شيئا من القرآن، هذا لم يكن مأثورا عندهم. ولهذا قال وأستحب، لم يقل ويستحب. إذن وأستحب أميل إلى هذا الأمر، ولعل هذا الميل له سبب، ذلك أن بعض الطلبة في باب الفقه بل والتخصص العلم الشرعي عموما، زهادتهم في القرآن عظيمة. يعني تجد الطالب يدرس الأصول أو يدرس الفقه أو يدرس الحديث، تجد أنه من الزاهدين في القرآن. دي مسألة عجيبة جدا، مع أنه ينبغي أن يكون القرآن أصلا، إنه يقرأ القرآن، يتدبر القرآن، يتفهم القرآن، يعمل بالقرآن. ومن جملة العمل بالقرآن طلب العلم، ومن جملة العلم الفرع الذي يدرسه. إذا المسألة تبقى بهذه الصورة، إذا هناك ارتباط بين دراسة العلم وبين القرآن. القرآن هو الوحي، والوحي حث على طلب العلم، إذا أنا أطلب العلم. ومن جملة هذا الطلب دراسة الفقه أو الأصول أو الحديث أو ما إلى ذلك. لكن اللي بيحصل أن هناك قسمة ضيزة وحجاب كبير غليظ كثيف بين القرآن وبين العلم. ممكن تجد إنسان ما شاء الله جهبذ في الأصول أو عالي الكعب في المصطلح، ولكنه لا يكاد أن يفتح المصحف إلا في سنة مرتين. مأساة، مأساة شديدة جدا، ما الذي سينفعه؟ ولذلك لعل الحافظ البغدادي جعل ذلك الاستنباط استنباطا خاصا به، يريد أن يشير إلى أهمية القرآن وربط القرآن بالعلم، فيجعل حظا من القرآن قبل الدرس، يجعل حظا من القرآن قبل الدرس. لو فعل الإنسان ذلك دون الاستمرار عليه لا بأس في ذلك الأمر.
يعني لو أن الإنسان قرأ شيئا من القرآن قبل المجلس ولم يستمر على ذلك لا بأس في ذلك الأمر. الحديث هنا هو حديث عفان، أنبأنا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة بفتح النون، عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم. وعفان هذا ثقة بصري ثبت صاحب سنة، كان من خيار المسلمين. هو عفان ابن مسلم، عفان ابن مسلم كان ثقة بصريا ثبتا من خيار المسلمين. في عهد الخليفة المأمون، الخليفة المأمون تأثر بالجهمية في مسألة خلق القرآن، وقالوا بأن القرآن مخلوق، وامتحنوا الناس، امتحنوهم يعني اختبروه، فمن قال بأن القرآن مخلوق أكرموه وقربوه وأحبوه وبذلوا له الأعطيات وجعلوا له الأراضي والهدايا، ومن قال بأن القرآن ليس مخلوق ضربوه وسجنوه وهمزوه وطردوه وربما قتلوه. فكان من جملة الأئمة اللي هو عفان ابن مسلم البصري، فلما اختبروه قال: يا أمير المؤمنين، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أترى ذلك مخلوقا؟ سكت الخليفة، فقال: اقطعوا عنه رزقه. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم تركهم وانصرف. هذا مسلم ابن عفان، هذا عفان ابن مسلم عليه رحمة الله، توفي سنة 220 هجرية. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الإمام الكبير، عن علي ابن الحكم وهو البناني البصري، البناني البصري روى عن أنس وعن نافع مولى عبد الله بن عمر، كما روى عن عمرو بن شعيب، وروى عن طائفة كبيرة من التابعين اللي هو علي بن الحكم، وتوفي سنة 130 أو 131. عن أبي نضرة وهو أبو نضرة العبدي، أبو نضرة العبدي، وأبو نضرة العبدي روى عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي ذر وعن عبد الله بن عباس، روى عن طائفة عظيمة جدا من الصحابة، وهو تابعي ثقة. أوصى إذا مات أن يصلي عليه الحسن البصري، وبالفعل عندما مات سنة 108 أو 109 هجرية صلى عليه الحسن. فهذا حديث إسناده صحيح. قال الحافظ البغدادي: وليختم الفقيه مجلسه بما رواه أبو برزة الأسلمي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم، إذا جلس في المجلس، دعه يرتع يا دكتور أيمن، طيب، فأراد أن يقوم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قالوا: يا رسول الله، إنك تقول كلاما ما كنت تقوله فيما خلا، ما كنت تقوله فيما خلا، يعني ده الكلام ده أول مرة نسمعه منك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا كفارة ما يكون في المجلس، هذا كفارة ما يكون في المجلس. هذا الحديث إسناده حسن الغير، ورواه أيضا
غير واحد من أصحاب السنن، وموجود عند الترمذي وعند أبي داود، وبعضه بلفظ التثليث، يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحديث ثلاثا. قال: ثم يعتزل الذين حضروا الدرس. احنا قلنا ان يتصور ايام زمان ان الشيخ بيدخل المسجد والمسجد دول حلق، حلقة بتاعت فقه يقعدوا مع بعض، وحلقة بتاعت حديث يقعدوا مع بعض، وحلقة بتاعت تفسير يقعدوا مع بعض، فالشيخ يدي لكل حلقة التخصص بتاعها، او يمكن ان الشيخ يقعد في مجلس ويأتي اليه المتخصصون فيأخذون عنه الفقه ثم ينصرف، ويأخذون عنه الحديث ثم ينصرف، ويأخذون عنه التفسير ثم ينصرف. نكمل بعد الأذان. يعني يتصور إن الشيخ له مجلس ثابت والطلبة يتغيرون عليه، يدي مجلس أصول فيأتي طلبة الأصول فيسمعون ثم ينصرف، ثم يأتي بعد ذلك طلبة الحديث يسمعون ثم ينصرف، وهكذا دواليك. وهذا متصور. يقول: ثم يعتزل الذين حضروا الدرس فيتذاكرونه ويعيد بعضهم على بعض. يبقى المجموعة التي حضرت مجلس علم في فرع ما، بعد ما يسمعهم لا يذهبون فيروحوا. دي مسألة مهمة جدا، ان بعد سماع المجلس الناس ما تروحش. امال تعمل ايه؟ الناس تقعد يتذاكروا هذا المجلس، ودي نقطة مهمة جدا. الكلام ده كنا بنعمله ونحن صغار حقيقة، كنا عندما نحضر مجلس بعد المجلس نقعد نتكلم ونتناقش فيه ونسمع لبعض، وبعد كده نتعاهد أن نقرأ القراءات الإضافية ونتقابل نتناقش. بالفعل كان بيحدث. أما هذه الأيام الناس يجلسون المجالس كالذي يأخذ حقنة في العضل، يأخذها من هنا ويدور الجري، لا يصمد ولا يصبر أنه يجلس مع زميله يتباحث معه أو يناقش معه أو ما إلى ذلك. هذا الكلام ربما يكون موجودا عند الطلبة المتفوقين في الجامعات. الطلبة اللي بيرتبهم بعد ما يسمعوا المحاضرة بيعملوا بيتقابلوا مع بعض ويكلموا مع بعض ويتناقشوا فيما بينهم. هذه الصورة الصحيحة. فإذا أتقن كل واحد منهم الدرس وحفظه فليكتبه الكتابة وليكن تعويله على حفظه. يبقى لما بيجي يكتب بيكتب، ولكن يجعل الأصل هو ماذا؟ هو الحفظ. يعني يجعل الكتابة كنوع من الظهير، يجعل الكتابة ظهيرا له، أما الأصل لابد له من محفوظ يحفظ. طالب العلم لابد يحفظ، لابد يكون حريت بالبلد زي ما بنقول، لابد له أن يحفظ، لا سيما وهو لسه صغير في رائعة الصبا وبداية الشباب وفورة الشباب، بتبقى الملكات العقلية بتكون قابلة مش ناضجة، النضج بعد كده، لكن بتبقى قابلة لماذا؟ للحفظ. ويكون تعويله على حفظه، فإن اضطرب عليه شيء من محفوظه، نسى كلمة، يا ترى هي كده ولا كده، يا ترى هي غفل ولا سهى، النص بتاع الخبر غفل ولا سهى، اتلبست عليه، يعمل ايه؟ يقوم راجع للمكتوب، يرجع إلى ما كتب، رجع إلى كتابه فاستثبته منه. فاستثبته منه، يبقى أنا بحفظ وعندي أصل مكتوب أرجعه، فإذا ما التبس علي شيء من حفظي راجعت ما كتبت. كما قال الخليل بن أحمد والفراهيدي اللغوي المشهور: اجعل ما في الدفتر رأس مالك، واجعل ما في قلبك للنفقة. يبقى ما في قلبك للنفقة، يعني ايه النفقة؟
الدروس والإخبار والرواية كلها منين؟ كلها منين؟ من المكتوب ولا من المحفوظ؟ من المحفوظ. يبقى الإنسان عندما يتكلم يتكلم من المحفوظ، يتكلم من المحفوظ. طيب رأس المال ده اللي هو الظهير، الخزنة، الخزنة الكبيرة ده بتكون مكتوب، إذا أعي عليه شيء من حفظه رجع إلى ماذا؟ إلى المكتوب. واقرأوا سبب وفاة الإمام مسلم عليه رحمة الله. يذكر أنه سئل عن حرف في حديث لم يضبطه، فرجع إلى كتبه يراجع الأحاديث حديثا حديثا، وكان بجواره زنبيل، زنبيل به تمر، فإذا ما قرأ حديثا أكل تمرة، يقرأ حديث أكل تمر، رجل ما خدش باله، قضى على التمر في هذا الزنبيل حتى مغل، يقال وكان ذلك سببا في وفاته عليه رحمة الله. ده حصل له نوع من الفناء بمصالح الصوفية، فناء يعني لم يدرك ما حوله. الإنسان من شدة التركيز ربما لا ينتبه، الطلب اللي بيتركز ممكن يركز وأثناء التركيز يبقى زمايله بيكلموا مع بعض ما يسمعش هما بيقولوا إيه. ونحن صغار كنا نلعب في الشارع، ما كانش بقى كرة كفر وبتاع والحاجات العالية دي، كرة شراب، وكانت الشوارع يعني ملأة بالزجاج وما إلى ذلك، فربما أصيب أحدنا فجرح جرحا شديدا ويستمر في اللعب ولا يشعر، فعندما ينتهي اللعب يشعر بماذا؟ بذلك الجرح. وعندنا في القرآن مثال، عندما رأت النسوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكانت في أيديهن السكاكين، إيه اللي حصل؟ قال الله تبارك وتعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر. يبقى هما بدل ما يقطعوا ما أمامهم قطعوا إيه؟ قعدوا يحزوا في أيديهم حتى جرحوا أيديهم وهن لا يشعرن بذلك الأمر. ده بيسمى بنوع من الفناء، وهناك أنواع أخر للفناء. فالإنسان يجعل من محفوظه ما ينفق منه، ما ينفق منه، فإذا ما أعيي عليه شيء رجع إلى ماذا؟ إلى الكتابة، إلى المكتوب. وأنشد الخليل: ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر كصندوق، كصندوق توضع فيه الكتب، القمطر كلمة غير عربية، كلمة غير عربية بمعنى الصندوق الذي توضع فيه الكتب، أو الوعاء أو الإناء الذي يوضع فيه الكتب. ليس بعلم، والباء هنا زائدة، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. بعض الناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أحفظ، ما بحفظش، أحفظ ما بعرفش، لدرجة أنا دخلت علم رياضة علشان ما أحفظش، لأن علم علوم لابد برضك في منين؟ من حفظ. لو دخل أي كلية زي طب ولا بيطري ولا أي حاجة لابد يكون صميم حفيظ، فأنا سيبت القصة دي كلها. أبدا، كل واحد عنده ملكة للحفظ، بدليل أنكم أتيتم هنا بأنفسكم ولا في حد جابكم؟ إذا حفظتم الطريق، وكل واحد يحفظ اسمه واسم أبيه وأمه وأولاده وجده، ويحفظ عنوانه، ويحفظ كليته، ويحفظ رؤوس المواد، إذا هذا نوع من الحفظ. فطالما أن الإنسان عنده قدرة على الحفظ ولو يسيرا، إذا هذه القدرة لو نميت يمكن بإذن الله تعالى أن يتهيأ له أن يكون حافظا أفضل وأحسن، أن يكون حافظا أفضل وأحسن. ملكة الحفظ كالعضلة، العضلة الإنسان لو أهمل العضلات
فإنها تضمر شيئا بعد شيء. أما إذا اهتم بما يقويها وينميها فإن هذه العضلات تقوى، فكذلك الحفظ. ولذلك ينصح الذين يكبرون في السن إن هم يحاولوا يدربوا مهارتهم العقلية لاسيما في الحفظ حتى لا يصابوا بالنسيان الشديد. النسيان ده رحمة من الله، ولكن فارق بين النسيان وبين النسيان المطلق. إنسان لابد أن يمرن نفسه على المكاسب والمهارات العقلية، ومنها مهارة الحفظ. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. وكان الشاذكوني يقول: ليس العلم إلا ما دخلت به الحمام. يعني إيه؟ في صدرك. العلم إذا كان في الصدر دخلت به كل مكان حتى الحمام. إذا لابد الإنسان طالب العلم أن يحصل علما يكنه في صدره ويجعله في صدره. وليس يثبت الحفظ إلا دوام المذاكرة بالمحفوظ. الإنسان دايما يداوم. الكتاب ليه أفضل الناس حفظ القرآن في الكتاب؟ لأن الكتاب ياخد 3-4 آيات، يبقى ده اللوح، وتاني يوم قبل ما ياخد اللوح يسمع الإيه؟ يسمع إيه؟ الماضي اللي فات. ولما يخلص الصورة يقوم واقف ويسمعها على بعضها، ولما ينتهي من جزء من القرآن يقف ويسمعه عدة مرات، يسمعه على الشيخ، وبعد كده يسمع هو المين لغيره، فيثبت ذلك الحفظ. يثبت ذلك الحفظ لابد من التكرار. الشيء إذا تكرر ثبت، الشيء إذا تكرر ثبت. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر القرآن، حتى إن بعض السور حفظها الصحابة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر، كان يكرر هذه السورة. وحديث اللهم إني أستخيرك في الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. إزاي؟ تكرار، التكرار. وليس يثبت الحفظ، الحاجة اللي بتخلي الحفظ دائم، إلا دوام المذاكرة بالمحفوظ. طب إذا لم تهيأ لي دوام المذاكرة بالمحفوظ، إذن هناك دوام ماذا؟ السماع، دوام السمع. تجد بعض السواقين بتوع التكاتك حافظين أغاني كتكوت الأمير ونبوت الغفير، وحافظين الأغاني دي كلها، تقول له حافظ الفتحة يقول لك لا، طب حافظ قل هو الله أحد يقول لك لا. أنا قابلت واحد قريبا، هذا الرجل لا حافظ لا فتحة ولا تحيات، لا ما يبدأ به الصلاة ولا ما يختم به الصلاة، رجل كبير لا يحفظ لا فتحة ولا تحيات، وده موجود، هذا موجود، بينما يحفظ الأغاني. ليه؟ لأنه يسمع الأغاني مرة ومرة ومرة، أول ما يقعد في التوك توك يقوم مشغل الأغنية يسمعها في اليوم يجي 100 مرة، وتاني يوم يسمعها 100 مرة، وتالت يوم يسمعها 100 مرة، إيه اللي يحصل؟ يحفظها. الأطفال الصغار اللي بيتفرجوا على الكرتون، الأطفال الصغيرين بيحفظوا من الأناشيد بتاعت الكرتون لوحده. ليه؟ بسبب تكرار السماع. يبقى تكرار السماع للذين لا يقدرون على المدارسة ودوام المذاكرة يؤديان إلى ماذا؟ إلى تثبيت المحفوظ أو تثبيت المسموع. إذا لابد الإنسان هو يثبت اللي يسمعه
او يثبت اللي يحفظه، لكن ما يقولش انا كنت حافظ كذا ونسيتها، نسيتها يبقى ده دليل على ماذا؟ انه لا يقرأ. قال ابن شهاب الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. النسيان وترك المذاكرة، هو لو قال النسيان فقط اكتفى، لكن قال وترك المذاكرة، فترك المذاكرة سبب من أسباب النسيان، ولكنه ذكر هذا السبب ولم يذكر غيره، لأن هذا السبب أعظم أسباب نسيان العلم عند الطلبة، أعظم أسباب نسيان العلم عند الطلبة ترك المذاكرة. وينبغي للمتفقه أن يرافق بعض أصحابه الذين يحضرون معه لسماع الدرس، يمشوا مع بعض، فيذاكر كل واحد منهما صاحبه. إذن المذاكرة يبقى من أسباب الصحبة المذاكرة، ليس من أسباب الصحبة أنهم متوافقون في الطبع ملتذون بالحديث فهم صحبة، لكن من أسباب هذه الصحبة أن ينفع بعضهم بعضا، لا سيما في مسألة العلم بالمذاكرة. وأفضل المذاكرة أن تكون ليلة، هذه مسألة تكلمت فيها من قبل، وقت الطلب ليس شرطا أن يكون ليل، هناك بعض الناس يتهيأ لهم الطلب صباحا، وبعض الناس يتهيأ لهم الطلب نهارا، وبعض الناس ولهم الأكثرون يتهيأ لهم الطلب ليلا، فكل إنسان على حسب ما يقدر عليه. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.